أول شيء سنقوم به هو إحضار النحاس، ثم الفرن، ثم الإناء الذي سنقوم بصهر النحاس داخله، وسنقوم بإدخال الإناء داخل الفرن. بعد ذلك سنقوم بإحضار النحاس كمية المتوفرة لدينا وندخلها في الفرن على الغاز. بعد ذلك سنقوم بغلق الفرن. بعد مرور نصف ساعة سنضيف قليل من النحاس، لأن الكمية السابقة قليلة بعض الشيء لن تعطينا سهارة كافية للتجربة. سنقوم بإغلاق الفرن. في هذه الأثناء تقريبا الآن في هذه الأثناء سنقوم بتحضير السمكة التي سنقوم بطهيها فوق السهارة. سنقوم بلف السمكة داخل الورق الألمنيوم وجيدا ونحكم إغلاقها. بعد ذلك سنحضر القليل من التراب ونضعه فوق الخشب كي لا تحترق لنا، وسنحضر الإناء الذي سنقوم بسكب السهارة داخله. بطبيعة الحال هذا الإناء لن يصير بفعل حرارة السهارة، لأن درجة حرارة انصهارية أعلى بكثير من حرارة هذه السهارة. بعد ذلك سنقوم بسكب السهارة في الإناء، سنقوم بسكبها كاملة. بعد أن سكبناها بكاملها سنحضر السمكة. بعد سكبها بكاملها سنحضر السمكة ونضعها فوق هذه اللافا. مرور ربع ساعة نلاحظ أن السمكة قد نضجت. والآن سنتذوق القليل لنرى كيف هي مذاقها. إنها بالفعل لذيذة. على درجة حرارة عالية ونفتح